يمكن بلدنا عاشت حرب فظيعة، ويمكن أرواحنا عانت لأبعد حد ممكن، يمكن تشتتنا، تهجرنا، تغربنا، وفقدنا ناس غالين كتير عقلوبنا، وتعرضنا لظلم كبير على مختلف الأصعدة. بس طالما القلب عم ينبض والقلم عم يكتب، ما رح نوقف أمل. أمل بحياة جديدة مليانة فرح وذكريات أحلى من اللي مرقوا، ومليانة محبة للآخر كائنا من يكون. هيك بتتعمر شامنا، هيك مننسج الأغباني بخيطان من سلام، هيك منرجع الأصالة لسوريتنا، ومنقول مثل ما قالت فيروز: خدني على بلادي.